السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول ندخل لبعض الخاصيات ونديروا مبرهنات كورس في هذه الحصه ان شاء الله. المهم دابا نذكر واحد الخاصيه واحد الخاصيه فهمتوا لي. دابا عطيك قال لك ليكون ا و بي و سي ثلاث اعداد اعداد صحيحه نسبيه غير منعدمه يعني تنتمي الى زيد اطوار ثلاثه. كيف زيد زيد اس ثلاثه زيد اس ثلاثه يعني زيد اس ثلاثه اطوار بحال اللي قلتي زيد اطوار في زيد اطوار في زيد اطوار يعني ان اطلق تنتمي زيد اطوار بي كتنتمي زيد اطوار سي كتنتمي زيد اطوار متفقين. مو حنا غنسميوهم حنا زيد ثلاثه اطوار سي فاهم صوتو ا و بي و سي كتنتمي زيد ثلاثه اطوار. الخاصيه الاولى كتقول الا كان قاسم مشترك بين ا و بي كيساوي واحد كيساوي ثاني واحد عفوا القاسم مشترك بين ا و سي كيساوي واحد غادي نسنتجو بلي القاسم المشترك تاع ا و بي سي هو واحد. عقلوا على هاد الخاصية. الخاصية التانية اش كتقول؟ كتقول لكل ان ينتمي الى ان ان اطوار ا قاسم مشترك بي الا كان كيساوي واحد الو نقدرو نسنتجو واحد الخاصية يكافئ ان ا قاسم مشترك تاع بي اس ان يساوي واحد. عقلوا على هاد الخاصية التانية. الخاصية التالتة اش كتقولك؟ كتقولك لكل ان و بي ينتميان الى ان اطوار استثنان حقاش ان تنتمي ان اطوار و بي تنتمي ان اطوار متفقين. عندك الا كان سيدي ا قاسم مشترك بي كيساوي واحد هذا يكافئ انه اش؟ أن أ أس بي قاسم مشترك بي أس إن يساوي واحد متفقين. وغنذكر واحد الخاصية أخرى كيقولك بلي أ قاسم مشترك بي الكل أس إن راه كيساوي أ أس إن قاسم مشترك بي أس إن مع إن ينتمي إلى إن إطوار تاو هاد الخاصية هادو بغيتكم تكونو حافظين حيتاش هما كيتستعملو في التطبيقات وفي التمارين التمارين شعور غنشوفوهم في التمارين مو غنشوفو كي تنستعملوه في التمارين. دابا غندوزو مبرهنات كورس. المهم هاد القصيدة هادو حاول تكتبوهم ان شاء الله ملي نوصلو للتمارين الشاملين نوصلو الوطنية ملي نخدمو وطنية في التمارين غنذكرو بهاد القصيدة ونقولو كل خاصية نقولو علاش نستعملوها. دابا غندوز دابا لمبرهنات كورس مبرهنات كورس واللي هي اساسية مبرهنات كورس فهمتو بصح السبورة مبرهنات كورس فهمتو. دابا مبرهنة كورس اش كتقول؟ كتقول ليكن ا و بي و سي تاهما ينتميان الى زيد اطوار ثلاثة و ثلاثة متفقين تصدق كتقول لك الا كان سي كيقسم جداء ا في بي و سي و ا اوليا فيما بينهما الوغ كتجيب لي سي كيقسم بي. عقلوا هاد الخاصية ولا كانت مثلا كانت سي كانت مثلا سي و بي اوليا يعني سي كتقسم ا تافقي. المهم بصفة عامة نخليو سي و ا الا كان سي يقسم ا بي و سي و ا اوليا فيما بينهما كتعطيك سي كتقسم بي. هادي مبرهنة كورس البرهان بلا ما نديرو الحقيقة شي ضروري مش اوبليغاتوار توما ضروري تدو الخاصية تابعي صوتوا لي. انا اقول لكم واحد ملاحظة السي و ا كيساوي واحد دي وحدة علامة استفهام يعني شرط اساسي في مبرهنة كورس شرط اساسي علاش انا نشرح لكم نعطيكم بعض الامثلة. عطيك دابا مثلا 32 راه كيقسم 4 في 16 32 كيقسم 4 في 16 متفقين. 32 دابا 32 كيقسم 4 في 16 متفقين. 32 كيقسم 4 في 16 متفقين. وعندك 32 واش كيقسم 4 32 كيقسم 4 32 كيقسم 16 شوف تصنت انا نشرح لكم شوف
علاش شوف اسي سنشرح لكم شويه. شوف دابا ب 32 كتقسم 4 و16، 32 كتقسم 4 في 16، كتقسم 4 في 16 32، 32 دابا كتقسم 4 في 16. كلشي عارف شافتي علاش لقاش 4 في 16 حتى بكافي هاي عطاتك 64، عطاتك 64، عطاتك 64. انا 32 انا كتقسم 64، علاش كتقسم 64؟ هاي حقاش 64 مقسوم على 32 كتساوي 2، حقاش 64 64 كتساوي 32 في 2. شافتين ولا لا؟ شافتين. ومع ذلك واش 32 كتقسم 4؟ لا لا يمكن. واش 32 كتقسم 16؟ لا يمكن. جاي هادشي علاش قلنا هاد الشرط خاصو يكون اساسي، خاصو يكون هاد الشرط خاصو يكون اوبليغاتوار، ضروري 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 عقل، خاص ضروري يكون هاد الشرط اساسي في مباراة نجهوز. عقلوا عليها. دابا غنعطيكم بعض الامثلة، غندوز لبعض الامثلة. المهم عقلوا على مباراة نجهوز، غنحاول نكتبها لكم. اش كتقول؟ إلا كان سي يقسم أبي والسو أ أو السو أ أولية فيما بينهما، ألوغ سي غيقسم بي، متفقين؟ دابا تبعوا معايا، دابا غندوز لهاد الأمثلة، صافي واحد الأمثلة غنعطيكم، غنشوف لكم أمثلة. قالك في المثال الأول حدد جميع الأزواج أ و بي من إن إطلاق كاري بحيث سانتولي 3 أ كتساوي 2 بي. هاي عطاكم هيك حدد جميع ازواج ابي من ان اقارب حيث هيك صوتو مزيان صوتو ايش غنقول؟ غنقول لدينا 3 أ كيساوي 2 بي، تعقل 3 أ كيساوي 2 بي، 3 أ كيساوي 2 بي، صوتو 3 في أ كيساوي 2 بي، تعقل تعقل فين؟ صوتو مزيان هو صوتو 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 شوف شوف شنو غادي بغيت تشوف لكم السؤال، هي هو داك السؤال صافي. دابا بغيت نقول لكم واحد القضية، واحد القضية، واحد الملحوظة نسيت لي تسنى. صافي شوف، هي دابا عندك 3 أ كتساوي 2 بي، متفقين؟ صافي مزيان. دابا عندكم 3 أ تساوي 2 بي، ركزوا معايا، ركزوا معايا. هنا 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 هادي اش كنقصدو بها؟ اش كنقصدو بها؟ عتبو معايا، أنا نشرح لكم، أنا نشرح لكم، راه كنقصدو بها 3، أن 3 كيقسم 2 بي، كي لا غيقول لي علاش أستاذ ما فهمتش، شنو هو كنقصدو ب 3 يقسم 2 بي، شنو هو المقصود بها؟ يعني إل إكزيست واحد كا أبارتيان أ زيد تيل كو 2 بي كتساوي 3 كا، قارن ليا هادي وهادي، راه غتلقى كا راه هي أ. غتلقى كا راه هي أ، هاي يعني هادي خاصها تعطينا هادي، ولا نقدر نقولو بلي 2 كتقسم 3 أ، علاش؟ لحقاش هاد الكتابة هادي كتعني تاهي؟ إل إكزيست واحد كا أبارتيان أ زيد تيل كو 3 أ كتساوي 2 كا، إلا قارنتي هادي مع هادي غتلقاها هي نفسها. راه كا هنا غتلقاها بي وفي التعبير كتلقاها هي أ، متافقين ولا لا؟ متافقين. فهمتو؟ دابا غنطلقو منها، غادي عندك أسيدي 3 أ كتساوي 2 بي، أش كتكاف فيها؟ كتكاف أناش، فهمتو؟ كتكاف أناش أن 3 كتقسم 2 بي، متافقين. و أشناهو؟ و 3 أ تساوي 2 بي، متافقين. علاش؟ علاش قلنا هادي؟ شرحتها ليكم علاش، علاش قلنا 3 كتقسم 2 بي، صافي هي مزيان. غنقول بما أن 3 و 2 تساوي 1 فإنه حسب
قوس ثلاثة كتقسم بي. شوف عندك ثلاثة ستة كتقسم أبي يعني ثلاثة كتقسم جوج بي وسي أولية يعني ثلاثة جوج أولية فيما بينهما. أنا حسبها مبرمج قوس كتقسم جوج هادي كدير قوس قوس سام كدير ثلاثة سام كدير قوس. إذا حسبها مبرمج قوس ثلاثة كتقسم بي تعقل ومنه شنو كتسنو كتقصدو به يوجد واحد كا كاين تاني زيد تيل كو بي كتساوي تلاتة كا. دابا بقات من دابا أ خاص نحدو أ باش نحدو أ غادي يولد بي غنعوضو هنا غنديرو لدينا تلاتة أ تساوي اتنين بي هاي سي غنعوضو هنا و بي تساوي تلاتة كا. إذا تلاتة أ تساوي جوج تلاتة كا تلاتة غتختزل مع تلاتة يعني أ غتساوي جوج كا. إذا أ و بي أزواج أ و بي هي جوج كا تلاتة كا هاي أ و بي. علاش قلنا كيتسمو جميع علاش قالك جميع الأزواج وما قالك زوج واحد؟ لحقاش كا لحقاش دابا تصنتو ليا لحقاش دابا كا كتبدل لحقاش دابا أ قلنا جوج كا و بي قلنا تلاتة كا أو بي كا كتبدل كا تقدر تكون واحد تقدر تكون ثلاثة تقدر تكون ربعة تقدر تكون خمسة تقدر تكون ناقص واحد تقدر تكون مية. حيت قال لك جميع الأزواج مقالش زوج وحيد تعقد دابا ولا لا تعقد. أنا نوريكم دابا الطريقة التانية دابا اسمحوا لي بصح نوريكم الطريقة التانية. كاين اللي غايقول الطريقة التانية كاين اللي غايقول أسيدي عندي ثلاثة أ كتساوي جوج بي اش كنقصد بيها؟ كنقصد بها يعني جوج كتقسم ثلاثة أ و ثلاثة أ كتساوي جوج بي. غادي بما أن اثنان وثلاثة تساوي واحد فإنه حسب قوس اش غنستنتج؟ جوج جوج عندك جوج ثلاثة أول عدد أولي أنا كنت تقسم أ قارن هذا مع القاعدة جوج تقسيم أ ومنه يوجد واحد كا أبارتيان أ زيد تلك أ كتساوي جوج كا. هاتا ساليت يدي دابا أش بقالك؟ بقاتلك بي دابا بقاتلك بي بقاتلك بي أش غدير؟ تحديد بي غادي لدينا تلاتة أ تساوي جوج بي هاي و أ تساوي اتنان كا. إذا ثلاثة جوج كا تساوي اثنان بي جوج غتختزل مع جوج يعني غتبقى ثلاثة كا تساوي بي غتلقيتي بي غتلقيتي أ. إذا أ و بي إذا أزواج أ و بي ولاو جوج كا ثلاثة كا. متافقين دابا ولا لا؟ متافقين دابا في هاد الحالة ولا لا؟ متافقين. غندوز لمثال آخر بصح صبورة فالمثال اللي عطاك قالك ليكن أ و بي عددين صحيحين نسبيين يعني أ و بي ينتميان إلى زد إطوال أو كار. شافتي المهم قالك عددين صحيحين نسبيين ماشي غير منعدمين. عطيك بحق عطيك بحيث تعوز سين أ ناقص 15 بي كتساوي كتساوي خمسة. السؤال قالك بين أن أ مضاعف لخمسة شنو متأكدو أ مضاعف لخمسة؟ ياد قالك بين أن أ مضاعف لخمسة ياد ألوغ تاش غدير؟ خاصك تحاول تقلب على شي علاقة تجبد بين خمسة أ بين بينو أ مضاعف لخمسة ألوغ خاصك خاصك تطبق مبرهجكم صافي كنديرو نتا طبقوها. هاد 15 بي غنصيفطو للطرف الآخر غتولي 64 أ كتساوي 5 زائد 15 بي. غتعامل هنا باش بخمسة يعني 64 هادي ماشي 40 64 64 هادي هاي يعني تولي 64 أ كتساوي 5 عامل لواحد زائد 3 بي. متافقين متافقين ركزوا معايا متافقين دابا فين؟
دابا مضاعف انت كنقول صفر اذا كان واحد عادي، انت كنقول بي مضاعف لي ا. شنو بي مضاعف لي ا؟ تبعوا معايا، بي مضاعف لي ا معناه ان ا يقسم بي، ا يقسم بي، هادو معناه بي مضاعف لي ا، يعني ا يقسم بي. متفقين؟ متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين دابا من خلال هاد النتيجة هادي، من خلال هاد النتيجة بحال قوية، تيبقوا معايا بحال إلا قلنا خمسة أ كتساوي مثلا ستة بي، أش كنقصدو بيها؟ كنقصدو بيها بلي، سمحوا لي أش كنقصدو بيها؟ كنقصدو بيها بلي أ كتقسم ستة بي، و بي كتقسم خمسة أ، علاش؟ شنو أ كتقسم ستة بي؟ أ كتقسم ستة بي معناه أن ستة بي تساوي أفكا، وشوف أفكا وقارن لي هادي مع هادي، غلطة كا راهي راهي خمسة، كا راهي خمسة، كا راهي خمسة، إما دير بحق ولا دير خمسة كتقسم ستة بي، ولا دير بي كتقسم خمسة أ، ولا ستة كتقسم خمسة أ، بحال بحال، هاد الكتابة راه معناها هي، متفقين ولا لا؟ عقلوا المفهوم، أنا أشرح لكم المفهوم، عقلوا حتى هذه بالمفهوم، ستة أ كتساوي خمسة بي، معناه أن خمسة بي كتقسم ستة، معناه سمحوا لي، معناه أن بي ماشي خمسة، معناه أن بي كتقسم ستة أ، معناه أن بي كتقسم ستة أ، ولا خمسة كتقسم ستة بي، بحال بحال، ستة أكتر عفوا. معناه هاد الكتاب اش معناه؟ غير قصدو الكتاب يعني خمسة كتقسم ستة أ، أو بي كتقسم ستة أ، راه بحال بحال، فهمتوني دابا فهادي ولا لا؟ هادشي اللي غنقولو دابا هنا، تبعو معايا، عندك 64 أ عندك 64 أ كتساوي خمسة عامل لواحد زائد ثلاثة بي، اش كنقصدو بها؟ معناه أن خمسة كتقسم 64 أ، متفقين ولا لا؟ معناه أن خمسة كتقسم 64 أ ولا لا؟ ولا لا؟ هادي فكاينة ولا لا؟ عندك بحال دابا اللي درنا، عندنا خمسة أ كتساوي ستة بي، معناه أن ستة كتقسم خمسة أ، يعني ستة كتقسم خمسة أ، خمسة كتقسم 64 أ، بحال بحال، متفقين ولا لا؟ متفقين، غادي هو بما أن خمسة وأربعة وستون تساوي واحد، فإنه حسب قوس، وبما أن خمسة وأربعة وستين تساوي واحد فإنه حسب قوس، عشان سنجو خمسة كتقسم أ، خمسة تقسم أ، ومنه بغينا نبين أ مضاعف في خمسة. أ مضاعف لخمسة، أشني أ مضاعف لخمسة؟ أ مضاعف لخمسة يعني خمسة تقسيم أ، متفقين ولا لا؟ متفقين، دابا نتمناو في هاد الحصة تكون استفدتو معانا، في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندوز ليكم تمارين أخرين في هاد مبرمج غوص إن شاء الله، يلاه خليكم دابا في أمان الله.